قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبي هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى البزار والتبراني بسندهما من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يأتي على الناس سنين خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق رويبضة. قيل: ومن رويبضة؟ قال الرجل: قال المرء التافه يتكلم في أمر العامة. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة في أول هجرته صلى الله عليه وسلم، نظم لأهل المدينة كتابا أو صحيفة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب على سكانها وما يجب عليهم من الحقوق والواجبات تجاه بعضهم بعضا، تجاه المسلمين لغير المسلمين، وتجاه غير المسلمين للمسلمين، ونظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذه الوثيقة أو هذا الكتاب، والذي يطلق عليه بالمصطلح الحديث لفظ الدستور. ولقد كتبت هذه الوثيقة على مرحلتين، على الراجح من أقوال المؤرخين ومن أقوال أهل التاريخ والسير، كتبت المرحلة الأولى في العلاقة بين المهاجرين والأنصار قبل بدر، والمرحلة الثانية بعد بدر مع اليهود والمعاملات معهم. ولقد كان ضمن هذه الوثيقة هذه المادة، والتي فيها: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ، أي لا يهلك إلا على نفسه أو أهل بيته. هذه المادة العظيمة، والتي تبين
كيف كان المسلمون يعاملون غيرهم بالعدل وبالإنصاف، وكيف أتاحت هذه المادة التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لليهود الحرية الدينية، فإنه لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، ولم تجب عليهم هذه الوثيقة التحاكم إلى القضاء الإسلامي إلا في حالة واحدة، هي الاشتجار بينهم وبين المسلمين. أما في أحوالهم الشخصية وفي تفاصيل حياتهم فإنهم يحتكمون فيها إلى التوراة وإلى أحبارهم. ولقد خير القرآن الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكم بينهم أو الإعراض عنهم وردهم إلى التوراة، فيقول الله جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكذلك جعلت المؤمنين من المهاجرين والأنصار أمة واحدة تتكافأ دماؤهم، والجميع متساوون في الحقوق والواجبات، ويسعى بذمتهم أدناهم، ورباطهم رباط العقيدة ليس رباط الدم، فتتحد أفكارهم ويتوحد سلوكهم، ويكون ولاؤهم لله وليس للقبيلة، والتحاكم لشريعة الله وليس للعرف. هكذا سبق المسلمون العالم في صناعة الدساتير وفي بيان الحقوق والواجبات منذ 1400 عام أو يزيد. هكذا كانت ريادة المسلمين للعالم. حتى لا يتقول علينا متقول ولا يأتف ولا يتق وحتى لا يتزيد علينا، فالمسلمون هم سادة العالم، والمسلمون هم أهل الحضارة وأهل المدنية، والإسلام بطبيعته دين مدني ينشر السلام والرخاء وينشر المحبة والوئام، طالما الناس يعبدون الله عز وجل ويعظمون حرماته. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عباد الله، إن الاستقرار هو من أعظم دعائم نهضة الأمم، ومن أسباب قوتها، ومن أسباب نموها اقتصاديا واجتماعيا. وكلما كان الاستقرار باديا في الأوطان، كلما كانت الظروف مهيئة لبناء الوطن وإعادة مجده وتدعيم مؤسساته. وإنك لتلمح هذا الملمح في صلح الحديبية مع ما فيه من الشروط المشحفة، لكن كان من أهم بنوده أنه وضعت الحرب بين المسلمين وبين كفار مكة، وضعت 10 سنين، وأمن الناس بعضهم بعضا، ودخل الناس بعضهم على بعض. لقد كان هذا من أهم بنود هذه الوثيقة، فلم يكلم أحد في الإسلام إلا دخل فيه، ودخل ما بين صلح الحديبية إلى فتح مكة قرابة 2 سنين، دخل في الإسلام أضعاف ما دخلوا قبل ذلك. وإنك لترى عدد المسلمين يوم الحديبية كما ثبت في الصحيح كانوا 1400، ثم كان عددهم يوم الفتح يربو على 10,000. وهذا شأن الاستقرار،
حينما يوضع السلاح وتنهض الأفكار وتستنهض الهمم ويسعى في بناء الوطن وتدعيم مؤسساته، وهذا هو شأن الاستقرار. لقد قامت في مصر ثورة مجيدة بعد أن عانى الناس سنين طوال، عانوا من الظلم والاضطهاد والطغيان ومن التسلط على أموالهم وعلى أعراضهم، فلم يكن يأمن المرء في بيته، وكانت أموال البلاد تنهب وتسرق، وثروات البلاد مركزة في أيدي حفنة قليلين من المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. قدر الله عز وجل وقامت هذه الثورة المجيدة، وقيد الله عز وجل لها أبطالها، ولقي منهم من لقي ربه صابرا محتسبا نحسبه والله حسيبه، فقتل ما يزيد على 1000 وأصيب أكثر من 10,000، وتمم الله عز وجل نجاح هذه الثورة في أيام معدودات، وذلك فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحقن الله عز وجل دماء المسلمين ودماء المصريين، والثائر الحق عندما تنجح ثورته لابد له من استراحة محارب يهدأ ليبني الأوطان ويشيد الأمجاد، وتعاد بناء الدولة بناء سليما، إذ أن هذا النظام المجرم الباعد قد حطم جميع مؤسسات الدولة، وارتكز الفساد في وتركز الفساد في أركانها، فلا تكاد تجد مؤسسة من مؤسسات الدولة إلا وقد ترعرع فيها الفساد. والأمر كما قال علي رضي الله عنه لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: لقد عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت. فكذلك رتعت الأمة قبل ذلك في عهود الظلم والطغيان. فآن لنا أن تستقر الأمور وأن تهدأ الأحوال حتى نستطيع إفساد بناء وإصلاح ما أفسده المجرمون قبلنا. ولكن الشياطين بالمرصاد وأتباع النظام القديم ممن ضاعت مصالحهم مع هذه الثورة هم يتصيدون لها ويسعون إلى الإيقاع بهذه البلاد وإلى إسقاطها، وهم دائما ينتظرون أشياء يتسترون تحتها، يسترون تحتها جرائمهم وفضائحهم، ووسائلهم معروفة: التخريب والتدمير وحرق الممتلكات وقتل الأنفس المعصومة. وبالأمس القريب سفكت دماء طاهرة، أكثر من 10 من إخواننا ومن المصريين عموما، وأصيب أكثر من 1000، والجريمة ضد مجهول دائما منذ 2 سنين، والجرائم ضد مجهول. من القاتل؟ من الذي دمر؟ من الذي خرب؟ هي ضد مجهول، هي الطرف الثالث، هي الثورة المضادة. ويأتي إعلام الدجل والتزييف، يأتي ليغير الحقائق ويلبس على الناس ويقبح الصحيح ويصحح الباطل تماما. عندما عاد المسلمون من غزوة بني المصطلق، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حين علم بعزم هؤلاء على الهجوم على المدينة خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في جيشه وهزمهم وشرد بهم وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وعند عودته بعد شهر ينقص يومين
ينقص يومان ظهر حقد المنافقين على المسلمين وعلى أي نصر يحرزه المسلمون، إذ أن قلوبهم تتطلع إلى اليوم الذي يهزم فيه المسلمون تماما، كما يتطلع هذا الإعلام، هذا الإعلام الكاذب يتطلع لوعد هذه التجربة الوليدة وهذا الحلم الجميل. لقد عشنا في الأسبوع الماضي أياما يعلم الله عز وجل ما فيها، كدنا أن نصبح وقد ذهب عنا هذا الحلم الجميل الذي طالما داعب خيالنا سنين طوال، حين نرى شريعة الله عز وجل ممكنة، وحين نرى أهل الإسلام وقد مكنهم الله عز وجل وأهل الديانة والعفة والأحرار هم القادة، لقد كان هذا حلمنا، كدنا أن نصبح بين عشية وضحاها، وقد انقلب هؤلاء على الدولة وعلى رئيسها وسعوا إلى إسقاطها. والإعلام هذا ضلوا هكذا كما فعل المنافقون في غزوة المريسية، سعوا أولا إلى الإيقاع بين المهاجرين والأنصار، حين كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال المهاجري يا للمهاجري وقال الأنصاري يا للأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم ويقول دعوها فإنها منتنة، كذلك سعى هؤلاء إلى الإيقاع بين أبناء الشعب الواحد وإلى الإيقاع بينهم وإلى دس المجرمين وأرباب السوابق حملة السلاح، وكيف لمتظاهر وكيف لحر أن يحمل سلاحا على إخوانه يضرب به ويقتل الأنفس المعصومة التي حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، والكعبة كريمة على الله وشريفة، وحرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة. سعوا إلى الإيقاع بين أبناء الشعب الواحد حتى يقول الناس مصر بها حرب أهلية، وهم لم يرسلوا إلا المجرمين وإلا الفاسقين وإلا أرباب السوابق لإشاعة الفوضى وإشاعة الاضطراب. فشل المنافقون في هذه، فسعوا إلى شن حرب نفسية مريرة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تكلموا في عرضه وعرض زوجه الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فتكلموا في عرضها وشنوا حربا نفسية عظيمة، وهكذا الذي يحدث الآن. فشل الإعلام في هذا، فشل في إشاعة الفوضى بين الناس وإشاعة الاضطرابات بينهم، فهو يسعى للنيل من أعراضهم والنيل من شرفهم، طارة ينسب أهل الديانة وأهل الإسلام ينسبهم إلى العمالة، وطارة ينسبهم إلى الخيانة، حتى المتاجرة بدماء إخواننا. سبحان الله، القتيل عند هؤلاء يقتل القاتل يقتل القتيل ثم يطالب بديته، هكذا شأن هؤلاء حينما أرسلوا مجرمين يقتلون إخواننا ثم يقولون هذا دستور بالدم، وكيف نوافق على دستور به دماء، وهم الذين سفكوا الدماء، وهم الذين حرضوا، وهم الذين طغوا وبغوا، وهم الذين قلبوا الحقائق وزينوها بهذا السحر وهذا الدجل. وشأنهم كما قال الله عز وجل، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. عباد الرحمن، إن هذا النظام المجرم السابق جرف البلاد اقتصاديا واجتماعيا، وجرفها كذلك من القيم والأخلاق، وطرق نخبا فاسدة هي تتكلم بمعسول القول. شأنهم كما قال الله عز وجل، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. نخبة فاسدة معزولة عن الشعب وعن اهتماماته وعن مشكلاته التي يعيشها، فترى أحدهم يتشدق تارة بأن هذا الدستور لا يصح لأن من وضعوه لا يؤمنون بالهولوكوست، هولوكوست اليهود، وهل مصر دولة يهودية؟ ثم يتشدق أكثر، ولماذا لم تبنى المعابد للبوذيين؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. ومتى كان البوذيون في مصر؟ مصر قلعة الإسلام وبلد الأزهر والألف مئذنة، وهل تبنى المعابد لعباد الحجر والصليب؟ وسمعت والله العظيم بأذني هذا الذي يقول. ولماذا؟ وأين حقوق الملحدين؟ ألا يوجد في مصر ملحد؟ يا قوم الأرض لله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعيش على هذه الأرض وضع الله عز وجل له قانونا مالكها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسنن الله عز وجل تأبى إلا أن يورث الله عز وجل هذه الأرض لعباده الصالحين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه سنن الله عز وجل، ومن السنن العظيمة التي تنزل على قلوب المؤمنين بردا وسلاما. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. كل هذا زبد، كل هذا باطل له ضجيج، والباطل مهما كان قوته فشأنه الزهوق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا هذه المؤامرات وهذه الدسائس وهذا الحلم الذي راود هؤلاء أنهم يستطيعون إسقاط الدولة تحت غطاء بعض القوانين التي اعترضوا عليها، وأنهم يستطيعون إسقاط رئيسها، إذ ذهب عنهم هذا الحلم الذي راودهم، وشتان ما بين هذا الذي يحدث وبين الثورة التي والثورة العظيمة المجيدة، الثورة قامت على الظلم والطغيان والنهب والفساد، وهذه ثورة بغي يثورون على إمام عدل وعلى حاكم لم يسجن أحدا ولم يأكل مال أحد ولم يعتقل أحدا. فلذلك كان شأنهم شأن البوار. ومن ثم قيد الله عز وجل من قيد لإبطال هذه المكيدة، كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. خرجت جحافل الإيمان من كل حدب وصوت، يعلنون كلمة الحق ويساندون هذا الرئيس العدل أمام هذه الفئة الباغية. والتكييف الشرعي لهؤلاء أن هذه فئة تبغي على الإمام الحق الذي يجب نصرته ويجب إعانته ويجب رد هؤلاء. ولو لم يقيد الله عز وجل جحافل الإيمان لهؤلاء لعادوا والله العظيم بالبلاد إلى أكثر مما عليه الصومال، ولا دخلنا في نفق مظلم، ولا تفتتت البلاد وتقسمت وتقاتل بعضهم بعضا. والله أعلم متى يكون العودة من هذه الفتن وهذه الاضطرابات. لذا يجب جميعا أن نحذر هؤلاء، وأن نكون جميعا يدا واحدة، وأن نكون كما أمرنا الله عز وجل، واعتصموا بحبل الله جميعا
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبي هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هذه المعركة الدائرة الآن هي لا تخص الدستور ولا تخص مواده ولا شيء، هي الصراع الأبدي، صراع بين معسكرين، بين المشروع الإسلامي الحضاري الذي نسعى أن ينتشر في ربوع هذه الأرض، والعالم كله الآن معلقة أبصارهم بمصر. والله اتصل بي أحد إخواننا من بلد أخرى من بلاد الشام، يوشك الله عز وجل أن ينصر أهل الشام، صلى الله جل وعلا أن يعجل بنصرهم، يوشك أن يقر الله عز وجل عيوننا بنصرة إخواننا هناك. اتصل بي وقال: ما الذي يحدث في مصر؟ أنتم أملنا وأنتم رجاؤنا، إن كبوتم كبونا وإن هزمتم هزمنا. فبشرته وقلت له بإذن الله عز وجل، الله عز وجل يحفظ هذه البلاد، هذه البلاد في كنف الله، مصر في كنف الله عز وجل، أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحها 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخزائنها خزائن الأرض، ولم يثن الله عز وجل على بلد في كتابه بعد مكة والمدينة كما أثنى على مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالمعركة بين مشروع الإسلام الحضاري، التجربة هذه الوليدة التي يسعى هؤلاء إلى إطفائها وإلى إفشالها بكل الحيل والسبل، وبين مشروع تغريبي علماني يسعى إلى ملء بلاد المسلمين بمعابد للبوذيين وحقوق للشواذ وحقوق لكل فاجر وفاجرة وداعر وداعرة. قبح الله عز وجل هؤلاء، لا مكنهم الله عز وجل من المسلمين. وإن كانت هذه الوثيقة التي كتبت بعد هذه الثورة المجيدة وبذل فيها ما بذل، وإن كانت هذه الوثيقة التي يخرج عليها الناس غدا ليدلوا رأيهم فيها، وإن كانت لا تلقى إلى المستوى الذي كنا نطمح فيه، لكن بميزان المصالح والمفاسد وميزان تحصيل أعظم مصلحتين ولو بتفويت أدناهما ودفع أعظم مفسدتين ولو بارتكاب أدناهما، يكون مناسبا لهذه المرحلة. وانظروا يرعاكم الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قبل شروطا مجحفة في صلح الحديبية، لما جاءه سهيل بن عمرو وهو يكتب الوثيقة ويقول: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول له سهيل: امحو رسول الله، فوالله لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يمحها، ويأبى علي رضي الله عنه فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع إصبعه عليها فيمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول وقبل ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول له صلى الله: ما ندري ما الرحمن. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأن يرد إليهم من جاء منهم مسلما، وأن لا يردون إليه من جاء من المسلمين. قبل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، حتى غضب عمر رضي الله عنه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ألست نبي الله حقا؟ فيقول: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ فيقول: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري،
ويذهب عمر إلى أبي بكر فيجيبه أبو بكر بمثل ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل القرآن بعد ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، ويتبين لهم الحكم العظيمة في هذا الصلح. وإذا نظرنا على ذلك، وإن كان في هذا في هذه الوثيقة وإن كان فيها من الهنات التي نرضاها، لكن هذا بميزان المصالح والمفاسد وبميزان أعظم تحصيل أعظم مصلحتين ودفع أعظم مفسدتين ولو بارتكاب أدناهما هو مناسب. فالشريعة تعززت في هذه الوثيقة أكثر من ذي قبل، وحقوق غير المسلمين لأول مرة في تاريخ الدساتير العربية ينص على أن لغير المسلمين التحاكم لشرائعهم في حياتهم الشخصية وأمورهم الدينية، وإن كان هذا مضمنا في شريعة الله عز وجل كما علمتم في وثيقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه نص على ذلك. والحقوق مكفولة، وحرية إصدار الصحف والنقابات والجمعيات بمجرد الإخطار، والعامل له أجره الذي يحيا به كريما، وهناك حد أدنى للأجور والمعاشات، وحرية الرأي مكفولة، وكذلك البيوت لها حرمة فلا يجوز اقتحامها إلا في أمور محددة وبإذن قضائي، ولم يعد هناك الرئيس الدكتاتور الذي يجمع كل شيء في يده. هو لا يستطيع أن يحل مجلس النواب إلا بعد استفتاء للشعب، ولا يستطيع أن يعلن الحرب ولا يبرم المعاهدات إلا من ضمام الحكومة والمجلس إليه. والمرأة كالرجل، فالنساء شقائق الرجال، لها من الحقوق والواجبات ما لها من الرجال، إلا ما ميز الله عز وجل فيه بين الرجل وبين المرأة. والطفل له حقوق، والفلاح له حقوق، وأرباب المعاشات والتأمينات. بالجملة هو مناسب بإذن الله عز وجل لهذه المرحلة، ويليق بهذه الثورة المجيدة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم. فلندفع جميعا، فلندفع في رفعة بلادنا ونهضة أمتنا واستقرار أوطاننا، ولنقف جميعا يدا واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل. وهذا والله دفاع عن الأوطان، ودفاع عن الهوية، ودفاع عن الرسالات السماوية. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا تلتفتوا يرعاكم الله إلى إرجاف الملجفين وإلى هذا الذي يتهدد المسلمين بإشاعة الفوضى، لو لم يلغى ذلك لا تلتفتوا لكل ذلك، هم مهزومون بإذن الله، لأن دعوتهم ليست على منهاج الحق والفضيلة، وإنما هي دعوة لأهواء شخصية. ومنهم كثيرون شعارهم قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فلا غرو عند هؤلاء، هم لا يبالون بتحطيم الأوطان ولا بإهدار مقدراته في سبيل تحصيل مصالحهم الشخصية. وهكذا كل من عادى دين الله عز وجل وعاد شريعة الله عز وجل مآلهم إلى البواري والخسران، والمستقبل بإذن الله عز وجل لهذا الدين. فارفع يا أخي رأسك، فارفع يا أخي رأسك، وانهض إلى هذا المستقبل المشرق الجميل، حين نرى شريعة الله عز وجل قد ملأت طبقت الآفاق، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا الذي آخر ما نزل من القرآن، وفيه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات الجهاد التي عاناها، وبعد أن قتل من قتل من أصحابه، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله حق جهاده. فينزل القرآن بعد ذلك: فتح الله عز وجل مكة، وأقبلت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي العام عام الوفود، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهنا ينزل القرآن مبينا نهاية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن رسالته هي تدعيم الحق وتدعيم الخير ونشر الرحمة والسلام في ربوع هذه الأرض. إن الله عز وجل أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن فيه بملائكته وخلقه،
فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم عليك بكل من عادى دينك وصد عن سبيلك. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم ارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتول أمرهم، واحقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك بطاغية الشام وجنوده، اللهم عليك بهم وجميع الطغاة المجرمين. شتت شملهم، وفرق جمعهم، وخالف كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، واخذلهم في أنفسهم وبين العالمين. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين، مقبلين غير مدبرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المؤمنين والمسلمين، الأحياء منهم والميتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة. إن من أعظم المكتسبات يعني هذا التغيير الذي صنعه الله عز وجل في بلادنا وفي غيرها من بلاد المسلمين، أن تخلص الناس من السلبية في المعمولة. الناس كان عندهم يأس من الإصلاح ومن التغيير، فكانوا لا يكادون يلتفتون لا إلى انتخابات ولا إلى استفتاء ولا إلى نحو ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن الأمور كانت محتومة. لكن الامر تغير الان، وصار يعني صوته الحمد لله له اثر وله تبليغ، والصوت امانه كما الكلمه امانه. والله جل وعلا يقول: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. والامانه يجب ان تؤدى الى اهلها، وتضييع الامانات من اسباب ضياع الاوطان. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه لما ساله الاعرابي والحديث في الصحيح: مدى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتضييع الأمانة معناها أن وسد الأمر إلى غير أهله. لله الحمد، نحن على اعتاب يعني مرحلة جديدة، بناء مؤسسات، بناء يعني مؤسسات صحيحة، بناء أجهزة رقابية في كل المجالات، نهضة في التعليم، نهضة في كل المجالات. فعندنا دورة عظيم. نحن لا نقول لك لا نعم تدخلك الجنة ولا لا تدخلك النار، مسألة لا علاقة لها لا بالجنة ولا بالنار، ولكن ينبغي أن تعرف قبل أن تقرر العلم. الإمام البخاري لما قال: لو فقال باب العلم قبل القول والعمل، ويستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم دائما يسبق القرارات، ولذلك نحن ننصح إخواننا ممن ليس له اطلاع على هذه الوثيقة أن يقطع وينفر فيه، ويستعين بالله سبحانه وتعالى، ويستخير الله جل وعلا، ثم يمضي على ما يقدره الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي أن نخرج جميعا رجالا ونساء وشبابا. المهم أن هذه مرحلة فاصلة من أخطر المراحل التي تمر بها أمتنا، ومن أعظم العطفات التي تمر بها هذه الثورة. ولذلك ينبغي أن نحافظ على هذه المكتسبات، ونحافظ على هذه الدماء. يعني رحل عمنا اخواني، رحل يعني ما يزيد على 1000، وكل يوم يعني تظهر دماء في سبيل الله، وحتى تعيشوا انتم كراما ولا تعيشون غير ذلك. فالدماء هذه لا حرمة، وهؤلاء الذين فقعت عيونهم ويعني فقدوا اجزاء من اجسادهم لا تحكم عليهم، وهم لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى. لست نحن نتكلم فقط، هؤلاء عملوا.
صنعوا هذا المشهد بدمائهم وبتضحياتهم وبمسالتهم. فهؤلاء يعني ينبغي ان نحافظ على هذه الدماء، هذه الدماء اصيبت في المحافظه على مقدرات ومكتسبات هذه الثوره، فنحافظ عليها من المتربصين بها، لان النظام القديم يعني هذه الوثيقه الجديده تضمنت يعني قانونا للعزل. فالان هؤلاء هي سلاحهم البلطجه والقتل والترويع وحرق يعني الممتلكات، هذا سلاحهم دائما كما كنا نعرف يعني قبل. المهم ان نقف جميعا يدا واحده، وان يعني ناخذ على يد الظالم. والحديث الذي رواه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: اذا انتشر الفساد، اذا ظهر الفساد في الارض، انزل الله عز وجل بأسه باهل الارض وان كان فيهم الصالحون، ثم يصلون بعد ذلك الى رحمه الله تعالى. والحديث في الصحيح. فنحتاج الى نحن والناس جميعا في سفينه واحده. ما تقولش دعهم ليه؟ احنا كلنا في سفينه واحده، والسفينه اذا ضربت هتغرق بمن فيها؟ بالصالح والطالح. كما اخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه: مثل القائم بحدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه، فكان قوم في اعلاها وقوم في اسفلها، فجعل الذين في اسفلها كلما استقوا الماء ذهبوا الى من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منه ولا نؤذي من فوقنا. عايزين يريدون ان يخرقوا في السفينه بنيه صالحه، ونيتهم كانت صالحه لكن العمل لم يكن سليما ولا سديدا. فخرق السفينه ده معناه ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: فلو تركوه وما ارادوا لهلكوا ولهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ولنجوا جميعا. شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما كان يراسل المدن واهل البلاد والولايات ويدعوهم الى التوحيد، فكانوا يغلظون عليه بالقول جدا، واحيانا يسبونه ويشتمونه. فارسل اليهم رساله قال: والله لو كنتم تعقلون حقيقة ما أدعوكم إليه لكنت أغلى عندكم من آبائكم وأبنائكم وأزواجكم، ولكنكم قوم لا تعقلون. وهذا صحيح، لو كانوا يعقلون حقيقة التوحيد الذي كان يدعوهم إليه وما ينتظرهم من السعادة في الدنيا وفي الآخرة لكان أغلى عندهم. نعم، ولكنهم قوم لا يعقلون. كذلك إخواننا بغوا علينا، نحن نتكلم على الشرفاء الذين يعارضوننا، لا حرج في المعارضة، وأن يعني تنكر الذي تراه يا مكرم طالما أنك يعني لم تخرج عن حد الاعتدال وعن حد السلمية. ولكن إن شاء الله جل وعلا سيعلم هؤلاء ما ندعوهم إليه حين تستقر بلادنا وتنهض أوطاننا، حينئذ إن شاء الله يعني يزول هذا الذي يعني هذه السحابه والصيف الذي بيننا وبين بني قومنا، وندعو كما قال الله عز وجل: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.